Hi grade 3, معاكم هشام مونير. يلا نبتدي مع بعض unit 1 for Macmillan primary 3. Let's start with the new words. Please listen to me carefully while I'm reading. Professor, professor. Telescope, telescope. Shed, shed. Smoke, smoke. Wire, wire. Machine, machine. Dial, dial. Bottoms, bottoms. Handle, handle. Screen, screen. Switch, switch. Space, space. Okay, ده كان الكلمات خاصة بunit 1 for Macmillan Primary 3. Let's move to another part. Let's move to the grammar. Here we have the past simple tense. زمن الماضي البسيط. وسهل جدا. هو مع كل subjects he, she, it, we, they, you. كل subject الverb بنحط في نهايته يا إما ed or d or ied. For example, I watched TV yesterday. The wolf ran away. Hanan met her friend at school. كل الverbs المعمولة بالplack دي هي دي متصرفة في past simple في الماضي. طيب تعالوا نشوف مع بعض القاعدة بتاعته ايه. دي برضو بعض الأمثلة للregular verbs الأفعال العادية زي help, helped, helped, smile, smiled, smiled, watch, watched, watched. طيب احنا قلنا بنحط نهاية الفعل يا إما ed or d or ied. verb زي travel بعمل ال ده. ناخد بالنا ان احنا عندنا e which is vowel, l ده حرف ساكن. عملت هنا ايه عشان احط له اعمله في الباست؟ عملت دبل للحرف الاخراني اللي هو ال L وبعدين حطيت ed بقى traveled. stop برضو نفس الفكرة, انتهى بحرف vowel وبعدين حرف ساكن. عملت دبل الحرف الاخراني اللي هي ال B بقى stopped. اوكي طيب لو verb بنتهي ب y اعمل ايه؟ لازم افكر شوية وابص للحرف اللي قبل ال y. لو لقيته حرف ساكن it's okay, بشيل بعمل remove لل y وبحط ied. طب لو vowel letter حرف متحرك بعمل ايه؟ بسيبه زي ما هو وبحط ed. طيب verb زي study الدي دي حرف ساكن, فهنا اعمل ايه؟ شلت ال y عملت لها remove وحطيت لها ied بقت studied. carry نفس الفكرة. طيب لو انا عندي verb زي enjoy, لا هنا مش هينفع اعمل ريموف للواي بالظبط كده, لان قبل الواي في حرف ساكن سوري حرف vowel اللي هو ال O vowel letter, فعشان كده عملت ايه؟ كتبتها زي ما هي وحطيت في نهايتها ed. اوكي okay? it's very easy. طيب لو انا عندي الverb بينتهي already ب e, اوكي it's very simple, احط له في نهايته دي بقى past زي invite زي ما احنا شايفين انتهى بال e, فعشان كده حطيت لها دي بقى invited. اوكي okay? انا بستخدم الافعال, في عندي افعال regular وفي عندي irregular. والregular لازم نكون احنا حافظينها وعارفينها اللي هي افعال الغير منتظمة او الشاذة زي مثلا eat, ate, run, rain, الحاجات دي كلها, sleep, slept, كل ده. طيب ايه هي الكيوردز؟ اعرف مين الزمن ده في past simple tense لما يجيلي yesterday, once a day, one a day, just now, in the past, in the present, in the past, in olden times, ago, last night, last month, last year, and etc. بنفي وبسأل بديد. بنفي بديدنت وبسأل بديد. ناخد بالنا برضو ان did or didn't الverb لازم ينزل في الانفينيتيف, ما ينفعش احطه في الباست. يعني ما ينفعش اقول ايه they went to school, they didn't went to school. لا برجع الفعل الاصله went اصله go, يبقى they didn't go, يبقى didn't نفي. ديت سؤال لازم الverb في الانفينيتيف فورم في المصدر. دي قمة من الverbs اللي هي اللي احنا لازم نكون حافظينها, اهي ثابتة معاكم لازم احنا عارفينها وحافظينها جدا عشان نعرف نصرف الافعال ونعرف نفرق بين present والpast. يعني مهم جدا 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 لازم ان احنا نحفظ ده. spelling بالورقة والقلم مهم جدا, مش شفوي كده ولا بعنينا, لان الموضوع بيفرق جدا من حرف. تصريف الافعال مهمة جدا لان هي معاكوا لحد لما تروحوا ثانوي والجامعة كمان. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا, it's very important. ده كان النهاردة معانا unit 1 for Macmillan primary 3. ربي كان المعلومة سهلة وبسيطة ليكوا. For any comments or any questions please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.